السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ بعد ما خلصنا البناين تيومر بتاع اليوترس اللي هو الفايبرويد، تعالوا نتكلم بقى شوية عن المالجنانت تيومر اللي هو الاندوميتريال كارسينوما. ايه ده يا دكتور؟ انت بتقول لي انت هتشرح اندوميتريال كارسينوما وكاتب لي العنوان اندوميتريال هايبر بليزيا. ايوه، طب ليه بقى يا دكتور؟ لان يا شباب المالجنانت تيومر عشان خطورتها لازم اعرف الحاجات اللي قبل ما تقلب كارسينوما على طول. فهنا في الاندوميتريوم هنناقش حاجه اسمها اندوميتريال هايبر بليزيا، لان الحاجه الخطيره يهمني قوي ان انا اعرف مقدمتها علشان القطها من الاول، بدل ما القطها وهي خلاص كارسينوما واقول يا ريت اللي جرى مكان. فلو عرفت الاندوميتريال هايبر بليزيا وشخصتها بدري، هكون ان شاء الله سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى اني انقذ الفيميل دي من تدخلات عنيفه للتريتمنت بتاع الكارسينوما. ونفس الحكايه كده برضو في السيرفايكال كارسينوم، يعني هنقعد نتكلم كتير قوي في موضوع اسمه سيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوبليزيا اللي هو السي اي ان، وبعد كده نتكلم عن السيرفايكال كارسينوم. طب ايه حكايه الاندوميتريال هايبر بليزيا دي؟ من اسمها اندوميتريال هايبر بليزيا. طب الاندوميتريوم ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن جلانس يا دكتور، انا فاكر كده من الهيستولوجي والاناتومي اللي احنا خدناه بالظبط. اعمل هايبر بليزيا للحاجات دي، يعني هايبر بليزيا اوف جلانس، والجلاند دي في ما بينها وما بين بعضها ستروما وجايلهم بلاد فيسلز. هي اللي بتعمل لهم سبلاي، وبناء عليه هو دي الهايبر بليزي، هايبر بليزي اوف ذا جلانس ستروما اند اوف بلاد فيسلز. طيب لقوا ان السبب الرئيسي اللي بيعمل الموضوع ده هو ان اوبوزد هايبر استروجينيميا، زياده الاستروجين. اهو ادي ده تاني حاجه بعد ما قلنا الفايبرويد المره اللي فاتت، وقلنا ان الهايبر استروجينيميا امبوزد في السبب بتاعها. طيب اسباب الهايبر استروجينيميا دي هنقولها مع الاندوميتريال كارسينوما عشان يبقى الموضوع كامل على بعضه. ولكن نيجي هنا في الاندوميتريال هايبر بليزيا، ويقول لك ان الاندوميتريال هايبر بليزيا دي ليها مراحل، من كونها حاجه سيمبل لغايه ما اوصل لحاجه كومبلكس لحاجه اتيبيكال، يعني فيها شويه اماكن مش عجبان النيوكليس بتاعتها، لغاية ما توصل لمرحلة الكارسينوما اوف اندوميتريوم. طيب المراحل دي ايه؟ زي ما قلنا اول مرحلة سيمبل، ايه اللي بيحصل في المرحلة دي؟ هو زيادة اعداد الجلانس وتجمع جواها سكريشنز وتبقى سيستيك. طيب وبعد كده المرحلة الكومبلكس، الجلانس تزيد قوي لدرجة ان الاستروما تقل. طب والاتيبيكال؟ الاتيبيكال هايبر بليزيا بيبقى فيها كاركترز اوف مالجنسي او كاركترز اوف اتيبيا. ايه هي الكاركترز اوف اتيبيا؟ لارج دارك نيوكليوس، ليتل سيتوبلازم، دي كلها اسمها اتيبيكال هايبر بليزيا. طب وانا ايه يعني، ايه اللي هيعرفني الموضوع ده؟ هو عيانه هتيجي تقول لي ايه يعني يا دكتور؟ هتيجي تقول لي عندها اندوميتريال هايبر بليزيا سيمبل؟ مفيش عيانه هتيجي تقول لك كده، انا عارف. ولكن ده الكلاسيفيكيشن بتاعها اكوردنج للباثولوجي اللي انت هتاخده. طب هتاخده ليه وعشان ايه؟ ده الجزء التاني. ان الكلينيكال بيكتشر بتاعتها بيري مينوبوزال بليدنج، بيري مينوبوزال بليدنج. في عندنا جمله مشهوره قوي قوي، ان اي بوست مينوبوزال، اني بوست مينوبوزال بليدنج از كونسيدرد اندوميتريال كارسينوما تيل بروف اذروايز. المفروض ان البيريود خلاص وقفت عند الفيميل دي، لو لقيت شوية بليدنج او لقيت اي حاجة بتجري على الدكتور بتقول له يا دكتور والله حصل كذا كذا. الدكتور يجي ياخد منها الهيستوري يلاقي اه فعلا ده انت المفروض منوبوزل وبقى فيه بوست منوبوزل بليدنج.
يجي يعمل اكزامينيشن يلاقي اليوترس السيمتريكالي انلارجد. ليه سيمتريكالي انلارجد؟ احنا دينا زي ما شايفين في الرسم اهو، الباثولوجي واخد الكافيتي كله، فلما اعمل اكزامينيشن على اليوترس الاقيه سيمتريكالي انلارجد. طيب ولما اجي اعمل انفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن اللي انا هعمله؟ عندي الالترا ساوند مهمة قوي، والدي ان سي اهم. الالترا ساوند يقول لي اه فعلا ده الاندوميتريال ثيكنس عندك اكبر من الطبيعي، الاندوميتريال ثيكنس عندك اكبر من الطبيعي. وبعد كده دي ان سي اللي هو دايلاتيشن اند كيوريتاج بعمله ليه؟ هو ده بقى اللي هيقول لي الباثولوجي بتاعي في انهي نوع، هل هو سيمبل ولا هل هو كومبلكس ولا هل هو اتيبيكال. طب انا ليه عملت كلاسيفيكيشن في الباثولوجي، او ليه عملت كلاسيفيكيشن اصلا؟ علشان العلاج بتاعنا زي ما قلنا بيعتمد على كلاسيفيكيشن او الستيجنج بتاعي للورم ده او ليه الحاجة دي. طيب ما دام كده يبقى احنا في كلمه تريتمنت متوقعين ان انا اعالج بناء على الكلاسيفيكيشن اللي احنا لسه قايلينه. في التريتمنت بقى عايزين نعرف التريتمنت بتاعنا هيعتمد على ايه. التريتمنت للاندوميتريال هايبربليزيا هيعتمد على ايه؟ طيب في كذا نقطه، هل الفيميل دي في التشايلد بيرينج بيريود؟ بيريود ولا خلاص بيريمينوبوزل؟ دي اول نقطة. طب والنقطة التانية الكومبلين بتاع الفيميل دي الاندوميترو هايبربليزيا دي اكيد هتعمل بليدنج، هل هو مينلي بليدنج ولا انفيرتيليتي؟ ايه ده يا دكتور، هو الاندوميترو هايبربليزيا يعمل انفيرتيليتي؟ لا، الباثولوجي اللي عامل هايبر استروجينيميا جايب معاه اندوميتريال هايبربليزيا، وهي ريبريزنتد ليا يا اما بالاندوميتريال هايبربليزيا، وانا كدكتور شاطر قدرت اوصل ان في كوكزيستنج باثولوجي زي مثلا بي سي او هو اللي عاملها هايبر استروجينيميا وعاملها هايبربليزيا اندوميتريال هايبربليزيا. والنقطه الثالثه هي التايب اوف هايبربليزيا دي بعد ما انا شخصت، هل هو سيمبلكس، هل هو كومبلكس، هل هو اتيبيكال هايبربليزيا. طيب هتعالج ازاي يا دكتور؟ والله لو في التشايلد بيرينج بيريود والمين كومبلين بتاعها بليدنج، انا هديها بروجستنز. طب ليه البروجستنز او دانازول؟ فاكرين سمعنا اسامي الحاجات دي؟ اه ده دي الحاجات الانتي استروجين. طيب لو المين كومبلين بتاعها انفيرتيليتي هديها induction of ovulation، هعمل لها induction of ovulation. طب ده لو كان الباثولوجي ايه يا دكتور؟ ده الكلام ده لو كان الباثولوجي simple hyperplasia. طيب لو كان complex او atypical، في الكومبلكس او الاتيبيكال في الchild bearing period بعمل D and C dilatation and curettage therapeutic، يعني احاول اكحت كل الاندوميتريوم البايظ ده مع ايه كمان يا شباب؟ مع هاي دوز بروجستنز، لان انا هنا خايف من ايه بقى؟ خايف انها تتقلب لي بكارسينوما، وزي ما هنشوف كمان شويه كارسينوما عنيفه بتاعه الاندوميتريوم. يبقى ده كده الكومبلكس اور اتيبيك. ده كده لو الفيميل دي تشايلد بيرينج بيريود. دي هتهمني في ايه؟ في الكيس، لو جات لي كيس مثلا، لانه صعب قوي اندوميتريال هايبربليزيا لوحدها تيجي كيس، ابص الاول على الايج بتاعها، هي في انهي ايج، او من الهيستوري مديني انها في تشايلد بيرينج بيريود ولا لا. طيب كانت اولد ايج بيريمينوبوزل هتصرف معاها ازاي؟ انت عارف دلوقتي ان انا هعمل مربعين، واحد لو كانت سيمبلكس وواحد لو كانت كومبلكس او اتيبيكال. لو كانت سيمبل
ممكن اديها بروجستنز علشان تعمل لي شوية اتروفي في الاندوميتريم اللي عمال يتجنن ده لانه شاف السكر بتاعه اللي هو الاستروجين كتير. طيب اما لو كانت كومبلكس او اتيبيكال خلاص الست دي بيري مينوبوزل وغالبا كومبليتد هير فاميلي فبنعمل هيستريكتومي. ليه؟ بريح دماغي لان انا خايف قوي انها تقلب كارسينوما وخصوصا ان الست دي غالبا مش هتحتاج اليوترس بتاعها في حاجة تاني. نيجي بقى للي كنا بنخاف منه اللي هو الاندوميتريال كارسينوم اللي لسه من شوية حالا درسين المقدمة بتاعته اللي هي اندوميتريال هايبربليزي. هو عبارة عن ايه الديفينيشن بتاعه الاول زي ما قلنا الاسكيما بتاعت التيومرز ان هو والله مالجنانت تيومر في اللايننج اوف ذا يوترس اللي هو الاندوميتريوم. طيب ده in the form of a cellular and architecture atypia يعني ايه؟ يعني ادي التيومر اهو والله لو انا خدت الخلايا وحطيتها تحت الميكروسكوب هلاقي الخلايا مجنونه. لو انا اتفرجت عليها باثولوجي هلاقي destruction to the surrounding. ممكن في late stage زي ما هنشوف شويه الاقي ان التيومر ده اتجنن وبدا ياكل وينتشر في اللي حواليه. دي اول معلومة اللي هي الديفينيشن. تاني معلومة ان هو الكومنست فيميل تيومر. معقولة يا دكتور الكومنست فيميل تيومر؟ اكتر من السيرفايكال كارسينوما دلوقتي او اكتر من الكانسر سيرفكس. طب ليه؟ مع ان احنا يا دكتور فاكرين الباثولوجي ان كان تقريبا الكانسر سيرفكس اكتر علشان التقدم في السكريننج بتاع الكانسر سيرفكس وموضوع جامد جدا وحلو قوي هنتكلم فيه اسمه CIN والسكريننج بتاعه بقى مهم قوي دلوقتي وبقى ليه علاج في مراحله الاولانيه. بقى التريتمنت بتاع السيرفايكال كارسينوما عالي قوي فبناء عليه حالات السيرفايكال كارسينوما قلت فبالتالي الاندوميتريال كارسينوما هي اللي خدت الابر هاند كستاتستكس في الفيميل جينيتال تيومرز. نيجي بعد كده للايتيولوجي. مش احنا قلنا ان المقدمه بتاعته اندوميتريال هايبربليزيا؟ يبقى ده برضو الايتيولوجي بتاعه هو عباره عن هايبر استروجينيميك ستيت. طيب نيجي هنا بقى ونشرح ايه اللي دخل الفيميل في هايبر استروجينيميك ستيت. طيب الاتيولوجي هنلخصه في جملة جميلة قوي هتفكرك ايه هي؟ العجوزة الفافي اللي عندها ضغط وسكر. يا دكتور المعلومة دي هتفكرني معقولة؟ العجوزة ان الايج هو 60 years old بمعنى كلمة post menopausal. يبقى اول حاجة من 60 وانت طالع يعني post menopausal. الفافي افهم منها ايه؟ انها بتيجي في الهاي كلاس. طب ليه في الهاي كلاس؟ علشان الهاي كلاس بيتجوزوا متأخر بيخلفوا قليل يقولك انا خلف ولد بس واحد وخلاص كفاية عليا وما بيرضعوش كمان no lactation. يقولك ايه القرف ده ازاي يرضع يعني. طيب خليكي يا ست كده بالطريقة دي وكل الحاجات دي المفروض انها في حياة الفيميل العادية اللي بتتجوز بدري اللي بتخلف كتير او مش بتخلف كتير بتخلف عدد طبيعي اللي بترضع ابنها. الفترات دي بيبقى فيها الهرمونات المضادة للاستروجين كتير فبالتالي مفيش تعرض للاستروجين في طوال فترة حياتها كتير. ولكن الفافي اللي بتقولك لا انا اتجوز متاخر يعني لغايه اما اكون نفسي مثلا وبعد كده تقولك لا اخلف عيال كتير ازاي جسمي يتشوه تخلف لها ولد واحد وبعد كده تقول لها رضعي خدي رضعي يا ماما تقولك لا ازاي ياي. دي الفافي. وبعد كده وايت ريس ده statistics يعني. وبعد كده ممكن حاجات تاني سندروم. لقوا ان معظم الفيميل اللي عندهم اندوميتريال كارسينوما بيبقى فيه عندهم سندروم which is composed of hypertension diabetes mellitus و obesity. ودول كده نحطهم في مربع لوحدهم لان ده
سندروم لازم نحفظه. يبقى العجوزة الفافي اللي عندها ضغط وسكر تفكرك بالسندروم، وبعد كده لو عندها أي حاجة تخليها في عرضة لهايبر استروجينيميك ستيت. بمعنى الست العجوزة الفافي دي برضو لما جالها المينوبوز ما استحملتش، أو حتى قبل ما يجيلها المينوبوز، نحكي قصة حياتها كده من الأول. هي كان عندها ايرلي مناركيه، والمينوبوز جالها متأخر قوي، فايرلي منارك وليت مينوبوز خلى الفترة اللي هي متعرضة فيها لهاي اماونت اوف استروجين طويلة. وبعد كده الانفرتيليتي، طب ليه الانفرتيليتي من ضمن الاتيولوجي؟ لان الانفرتيليتي ممكن تكون ديو تو انوفيولاتري سايكلز، وفي الانوفيولاتري سايكلز يبقى الاستروجين لسه مكمل معايا، وبعد كده مرض تاني اسمه البي سي او عرفنا ان بيبقى فيه هايبر استروجينيميا. وبعد كده الست دي بعد ما المينوبوز جالها ما قدرتش تستحمل خالص اعراض المينوبوز يا عيني، فخدت استروجين ريبليسمنت ثيرابي اللي احنا قلنا ان هو تقريبا اتلغى دلوقتي، او الهرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي دلوقتي بقينا نعالجه سيمتوماتيك ولكن نوت هرمونال ميديكال بات نوت هرمونال. يبقى حكاية العجوزة الفافي دي ان هي جالها المناركية في الاول ايرلي قوي، وبعد كده المينوبوز جالها ليت خالص، وبعد كده اتجوزت امتى؟ اتجوزت متأخر، حبت تجيب عيال قالت لك لا انا اجيب ولد واحد بس وياريت تكون بنت، يعني ولد وياريت يكون بنت يعني. وبعد كده يا ماما رضعيه، لا ازاي الناس اللي بترضع هي الناس اللوكال الشعبيين. طبعا الكلام ده كله غلط وكله هري في اي حاجة وخلاص. او مرض بيبقى فيه هايبر استروجينيميا زي البي سي او، او انها بعد المينوبوز ما قدرتش تستحمل فخدت هرمون ريبليسمنت ثيرابي، وكمان سندروم انها عندها هايبرتنشن ودايبيتس ميليتس والاوبيزيتي. البيكتشر دي اللي هي الاوبيزيتي مع دايبيتس ميليتس مع هايبرتنشن شويه برضو جايه مع البي سي او، فممكن نقول ان الهايبر استروجينيميك ستيت هي المحرك الرئيسي للاندوميتريال كارسينوم. تحفظها بالطريقة دي ان شاء الله عمرك ما هتنسى الاتيولوجي بتاع الاندوميتريال كارسينوم. نيجي بعد كده للباثولوجي، والباثولوجي ده يعني حاجتين، انا لما هتفرج على التيومر ده في جار هيبقى شكله ازاي، ولما اتفرج على التيومر ده تحت الميكروسكوب هيبقى شكله ازاي. طيب التيومر ده مش طالع من الاندوميتريوم؟ طالع من الاندوميتريوم يا دكتور. طيب كان دكتور عبد العليم ربنا يمسيه بالخير كان بيقول لنا اي تيومر it starts as a small nodule، هي بتبقى بقليلة صغنونة كده او حتة صغنونة، then enlarges بيكبر، taking one of the following pictures، يا اما fungating mass يا اما ulcer يا اما infiltrating mass. هنا بقى في الاندوميترال كارسينوما يا اما هيبقى localized form زي ما احنا شايفين في الرسمة دي، يا اما يبقى diffuse form ان all of the endometrium is affected، all of the endometrium is affected. طب لما نيجي نتفرج عليه تحت الميكروسكوب انت متوقع ايه؟ التيومر ده مش طالع من الاندوميتريوم، والاندوميتريوم ده عبارة عن جلاند؟ بالظبط كده يا دكتور. يبقى غالبية او بنسبة 60% انا لو بصيت تحت الميكروسكوب هلاقي ان التيومر ده عبارة عن ادينو كارسينوما. عبارة عن ايه يا شباب؟ ادينو كارسينوما. وبعد كده بيبقى في حاجة اسمها أدينو أكانثوما، أدينو أكانثوما بالترتيب كده، أدينو كارسينوما وده اللوجيك اللي بيقوله اللوجيك، وبعد كده أدينو أكانثوما اللي هي أدينو كارسينوما بس حصل فيها سكويمس ميتابليزيا، وبعد كده أدينو سكويمس كارسينوما، يعني بدأ هنا تدخل سكويمس كارسينوما شوية، أدينو أكانثوما يعني سكويمس ميتابليزيا أوف أدينو كارسينوما، مفيش فيها مالجنانسي للسكويمس، السكويمس سيلز. وبعد كده squamous cell carcinoma ودي very rare، وبعد كده الcarcinosarcoma اللي هي مخلطة من الاتنين، مش ده epithelium او حاجة مغطية بقى اسمها carcinoma. طيب lining epithelium هنا اسمه ايه؟ glands. يبقى logic اكتر نوع يجيلي اسمه adenocarcinoma، بعد كده يدخل عليه سكويمس ميتابليزيا شويه يبقى اسمها ادينو اكانثوما، بعد كده انزل كمان درجه
اعمل كارسينوما في السكويمس شوية، هتبقى ادينو سكويمس كارسينوما، بعد كده اقلبها كلها سكويمس سيل كارسينوما، بعد كده خد معاك ساركوما كمان. ده كده المايكروسكوبيك باثولوجي بتاعها بالبرسنتج بتاعتها من فوق لتحت. نيجي بعد كده لكلمة spread of the tumor. spread of the tumor اللي هيحفظ منها كلمة واحدة أنا هزعل منه، ليه؟ لأن هي من غير ما تحفظ هتطلعها. احنا قلنا الاسكيما spread direct، وبعد كده lymphatic و blood. طب سمع كده، direct اللي فوق، في حاجة فوقيك يا ابني؟ لا، يبقى هتعمل perforation. direct اللي تحت، ايه الاورجان اللي تحت ده؟ ده السيرفكس، يبقى سبريد للسيرفكس. طيب يمين وشمال هروح لفين؟ هروح والله للباراميتريوم، ده اناتوميكالي اسمه باراميتريوم. طب قدام، لو رحت قدام هتروح لفين؟ للبلادر، واعمل حاجة اسمها مالجنانت فيستولا. طب لو رحت لورا هتروح لفين؟ هروح للريكتام واعمل حاجة اسمها مالجنانت فيستولا. انت كده محفظتش اي حاجة، انت كده بتسمع معايا اناتومي بس. اطلع فوق، اللي فوق ده ايه؟ والله ده اسمه بريتونيوم، بس انا لما خرمت، اما طلعت من اليوترس كده عملت حاجه اسمها بيرفوريشن. بالظبط كده. بعد كده اشاور على الاورجنز، قدام اسمها بلادر، ورا اسمها ريكتا، تحت اسمه سيرفكس، يمين وشمال اسمهم باراميتريوم. بس هو ده الدايركت سبريد، وانت كده محفظتش اي حاجه بتاتا. نيجي بعد كده ليه الليمفاتيك سبريد. الجزء اللي فوق من اليوترس اللي هو الفاندس اوف ذا يوترس ده يروح للبارا اورتيك ليمف نودز، والجزء الميدل واللور بارت اوف ذا يوترس يروحوا للانترنال ايلياك والاكسترنال ايلياك، بعد كده الكومن ايلياك والبارا اورتيك ليمف نود، وفي الاخر ممكن اوصل لجلاند مهمه قوي اسمها فيركاو ليمف نود، هنتكلم عليه بعد شوية. بس ده في الليمفاتيك سبريد، الجزء اللي فوق يروح بارا اورتيك ليمف نود، الميدل واللور يروح انترنال ايليك اكسترنال ايليك كومن ايليك والبارا اورتيك ليمف نود، وممكن يوصلوا لي الفيركاو ليمف نودز. طب والكورنيو اوف ذا يوترس، الجزء ده وده يروحوا لي الانجواينال ليمف نود، انجواينال ليمف نود، ده الليمفاتيك سبريد. طيب بعد كده البلاد سبريد which is rare، ممكن اروح للبرين. صعب السبريد؟ سهل جدا، دايركت لمفاتيك وبلاد. في الدايركت فوق تحت يمين شمال قدام ورا، وفي الليمفاتيك سبريد الجزء الفوقاني فوق برا اورتيك ليمف نود، الجزء الميدل والتحتاني يروح للي جنبي، مين اللي جنب البلاد فيسلز؟ الانترنال ايليك والاكسترنال ايليك والكومن ايليك وفيركاو ليمف نود، كلمه اعرفها. و الكورنيو اوف ذا يوترس يروح للانجواينال ليمف نود، اظن سهله جدا. والبلاد رير، وبروح لفين؟ للبرين. انتهينا كده من السبريد بتاع الاندوميتريال كارسينوما. تعالوا نتكلم بقى على الستيجنج ونشوف الرسمه الغايه في الروعه دي، رسمه جميله جدا 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 في الستيجنج. طيب الستيجنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه بتوع الباثولوجي مثلا عملوها، او بتوع الكانسر عملوها علشان يقولوا للدكتور والله انك لو لقيت ستيج 1 اي او الفلان الفلاني هتعالج بالشكل الفلان الفلاني. يبقى هو مش موضوع علشان يصعبوا علينا حفظ الدرس ولا حاجه، لا هو حاجه علشان جايد لاينز اوف تريتمنت بنمشي عليها. طيب قال لك ستيج 1 عبارة عن حاجات جوه اليوترس او الكوربس، خلينا ما نقولش يوترس، خلينا نقول الكوربس اللي هو البودي اوف ذا يوترس. ستيج 2 لما اقول لك كلمة 2 اعرف ان السيرفكس اتلط، لما اقول لك كلمة 3 يبقى الاورجنز اللي حواليا، بدأت مش اللي حواليا قوي اللي هو انكلوز ريليشن ليا اتضربوا. هنحفظها ازاي؟ اوفري فاجينا ليمفي نود، يبقى ستيج 3 عبارة عن اوفري فاجينا ليمفي نود، اوفري فاجينا وليمف نود، ده ستيج 3. ستيج 4 بدأت للأورجنز اللي حواليا بجد اللي هم البعيد،
وبعد كده نبدأ نفسر بقى الكلام اللي انت قلته ده. stage 1 confined to the corpus, stage 2 cervix, stage 3 ovary vagina lymphanode, stage 4 organs حواليا. stage 1 limited to the corpus, stage 1 ايه عبارة عن ايه؟ انا في الاندوميتريوم بس وما طلعتش بره الاندوميتريوم, انا كارسينوما مؤدبة وما طلعتش بره الاندوميتريوم. طب ستيج 1 بي لا انا شرير شوية ورحت واخد المايوميتريوم, بس حد ايه من المايوميتريوم؟ اقل من نص المايوميتريوم. طيب ستيج 1 سي يبقى انا جوه برضو اليوترس ولكن اكتر من نص المايوميتريوم, واخد اكتر من نص المايوميتريوم. نيجي لستيج 2, ستيج 2 كلمة 2 يعني سيرفكس, 2 تتقسم ل 2A و 2B, 2A يعني خدت جلاندز, خدت جلاندز بتاعة السيرفكس يعني خدت الجزء الفوقاني من السيرفكس, 2B لا انا غوطت كمان عشان انا وحشة كارسينوما وحشة وخدت الاستروما كمان. كلمة ستيج 3 يعني اوفري فاجينا ليمفينود. ايه اوفر فاجينا لينف نود دي؟ يعني ستيج 3A انفولفمنت اوف ذا ادينكسا اللي هو الاوفري, او ان انا عملت انفيجن للسيروزا اللي حواليا, خلينا نحفظها ادينكسا يعني اوفري انفولفمنت. ستيج 3B يعني انفولفمنت اوف ذا فاجينا, شوف تخيل الفاجينا رقم كام؟ ستيج 3B, مع انها المفروض مثلا كانت تبقى بعد السيرفكس على طول, لا الفاجينال انفولفمنت از ستيج 3 بي. بعد كده ستيج 3 سي انفولفمنت اوف ذا ليمف نود, حفظناها ازاي؟ 3 يعني الاورجنز اللي قريبه مني حفظناها بايه؟ اوفري فاجينا ليمف نود. يبقى ستيج 3 سي انفولفمنت اوف ذا ليمف نود. بعد كده ستيج 4 يا اما جيراني وحبايبي, مين جيرانك وحبايبك؟ اهو التيومر كلهم دول الريكتام ورا والبلادر قدام, دول ستيج 4A. وستيج 4B لا انا خلاص بعت الى distant organs. اشيل الكتاب علشان اوريكم الرسمة وجمالها. ستيج 1 معناها corpus, ستيج 2 معناها cervix, ستيج 3 معناها ovary vagina lymphanode, ستيج 4 معناها organs حواليا, stage 1A limited to the endometrium, stage 1B اقل من نص الميوميتريوم, 1C اكتر من نص الميوميتريوم. كده واحد خلاص خلصناه. stage 2 cervix, stage 2A يبقى glands of the cervix, stage 2B يعني stroma of the cervix, stage 3 اروح حاطط كلمة ovary vagina lymph node وارص جنبهم A و B و C, هتبقى stage 3A عبارة عن adenexal involvement, 3B vaginal involvement, 3C lymph node metastasis. stage 4 معناها organs حواليا يا اما قرايبي اللي هو 4A bladder ورectum, يا اما جيراني البعاد خالص اللي هم distant organs, وده يبقى stage 4B. اهم حاجة عندي ان انتوا الستيجنج يبقوا واضح في دماغكم عشان ممكن تتسأل عليه في الشفوي. الحاجات اللي باقية في الاندوميتريال كارسينوما اللي هي الكلينيكال بيكتشر اللي احنا عارفين اهم حاجة فيها اللي هي ايه؟ الشاطر يقول لي اللي هي بوست منوبوزال بليدنج, وهنقول كلمة مهمة اوي الحصة الجاية في السيمتومز بتاعة الاندوميتريال كارسينوما, وجزء التريتمنت اللي احنا من دلوقتي عارفين انه بيعتمد على الستيجنج اللي احنا لسه حافظينه. شفتوا الموضوع بتاع الكارسينوما او اي كارسينوما سهل ازاي؟ هو عبارة عن بيزز وانت بتبني عليها او فراغات وانت بتملاها من دماغك, ممكن ما تحفظش منها حاجة ولكن هي باللوجيك بتطلع معاك. ان شاء الله المرة الجاية هنكمل الكلينيكال بيكتشر والتريتمنت بتاعي وازاي اشخص الاندوميتريال كارسينوما كويس قوي والكيس. احنا كده خدنا الدرس من فوق لتحت, في الحصة الجاية هقلبه لكم من تحت لفوق علشان ابين لكم ان الموضوع سهل جدا جدا جدا. ربنا يوفقكم يا رب.